بسم الله الرحمن الرحيم. ناقشنا في مقاطع سابقة كيفية استخدام مخطط كارنوف، سواء كان أنه أنا عندي ثلاث متغيرات، أربعة، خمسة، وكيفية تبسيط وعمل الديزاين. عندنا حالة خاصة لازم أنه نشير لها تساعدني أحيانا في تبسيط السيركت أو عملية الديزاين سيركت. ما يسمى عندنا بالدونت كير، يعني أنا عندي هسه كارنوف ماب والدونت كير تيمز. في بعض الأحيان او في بعض المسائل بعض الكومبينيشن للادخالات او للاخراجات نسميها امبوسيبل انبوتس امبوسيبل اوتبوتس، بمعنى انه بعض الادخالات تكون غير ممكنه بالنسبه لي من ناحيه التصميم. يعني مثلا لو كان عندي حاله البي سي دي كود، في حاله نقول فور مثلا فور اكزامبل لحاله البي سي دي كود، هذه الحالة هنا أنا عندي الاحتمالات اللي موجودة عندنا باعتبار أنهم يعني لو استخدمت حالة البي سي دي كود واستخدمت التمثيل لحالة الديسيمال ديجيتال باستخدام 4 بت راح يكون عندي 16 احتمال باعتبار 2 4 16. طيب أنا أولا جاي أمثل ديسيمال ديجيتس باعتبار أنه من 0 إلى 10 وعدد الاحتمالات الكلية هو عبارة عن 16، بمعنى أنه راح يكون عندي 6 احتمالات الأخيرة هي خلينا نقول أنه فائضة، بمعنى انه راح يكون عندي من 1010 الى 1111، هذه كلها راح تكون غير ممكنه. اذا هذه الحاله انه هذه التيمز يمكن استخدمها في حاله التبسيط او لاغراض التبسيط، زين هذه اللي خلينا نسميه الوضع نسميه حاله الدونت كير تيمز، وغالبا ما نشير له ب او نرمز له بفاي او في بعض المصادر باكس بهذا الشكل. اذا أهمية هذه النقطة أنه باستخدام مخططات كارنوف هذول الدونت كير تيمز، أولا من تلقاها أنه سواء كان بالتمثيل راح نلاحظ بالأمثلة أنه ما سميها فاي أو سميها اكس، زين، لكن السؤال أو النقطة الأساسية المهمة أنه يتم استخدامها متى ما كان مفيدة بالنسبة إلي لحالة التبسيط. يعني إذا كان حسب القواعد اللي ناقشناها المتعلقة بكارنوف، إذا كانت تفيدني أنه أدخلها ضمن المجاميع بحيث تؤدي الى تبسيط استخدمها، واذا كان لا تؤدي الى التبسيط ما استخدمها. هذه واحد، بمعنى انه لو استخدمنا مثلا سم اوف برودكت، زين، وكان عندي دونت كير فراح احولها الى وانز وابدي بعمليه التبسيط. خلي اخذ مثال على هذا الحال، اكزامبل، خلينا نفترض انه السؤال هو بسط سمبليفاي، معطيني مثلا اف تساوي سيجما، عندي 1 3 5 7 9 زائد عندي دونت كير راسم لي اياها بهذا الشكل قيمتها 6 12 13. اوكي، اول نقطه ينتبه لها الطالب، بما انه وجود هذا الرمز دليل على انه جاي استخدم على دونت كير، خلينا نقول انه ريبريزنتيشن او دونت كير فورم، او خلينا نقول انه جاي استخدم اسلوب الدونت كير في عمليه التبسيط. زين، هذه واحد. النقطه الثانيه هسه المطلوب من عندي اولا احدد اي نوع من انواع الكارنوفز ماب اللي موجود عندنا، لازم احدد اقصى رقم موجود عندي، فاعتمادا على اقصى رقم موجود عندنا بالدونت كير فبالتالي انا جاي استخدم المابز اللي هي تمثل اربعه او بالاربعه خلينا نسميه. زين، فهسه اول خطوه من عندي انه انا اخلي اوجد المخطط بهذا الشكل، احدد خلي اسميهم مثلا عندي اكس واي زد دبليو، التمثيل المتفق عليه هو 0 0 0 1 1 1 1 0، نفس الكلام هنا راح يكون عندي 0 0 0 1 1 1 0. زين، بمعنى راح يكون عندي هنا هذه 0 1، هذه راح يكون 2، هذه 3، راح يكون هنا عندي 4 5، راح يكون هذه 6 7، راح يكون هنا عندي 8 9 10 11، راح يكون هذه هنا عندي 12 13، هذه 14 15. اوكي، هسه خلي احدد عندي بالواحد، هذه هنا الواحد عندنا واحد، عندنا بالثلاثة واحد،
عندي بالخمسة واحد، عندي بالتسعة واحد، أوكي هذولي. بعد عندنا بالسبعة، بالسبعة واحد، أوكي. الدونت كير اللي موجود عندنا هذا سميه اكس سميه فاي، عندي بستة هذه، عندنا بستة هذه فاي، عندي بال 12 هذه فاي، عندي بال 13 هذه فاي. اوكي هسه خلي انه الاحظ هل ممكن انه ابسط في حال استخدام الدونت كير او بدون الدونت كير. مبدئيا عندي هذه مجموعه 1 2 3 4، هذه راح اخذها مجموعه، خلينا نسميها مجموعه رقم 1 باعتبار هم اصلا ما احتاج الدونت كير هنا، لانه ما راح يؤدي ادخال الدونت كير الى عمليه تبسيط اضافيه. زين بعد عندي مجموعه ثانيه، هذول كلهم الاحظ هنا اذا دخلت الدونت كير راح استفاد وراح اخذ هذه مجموعه ثانيه باستخدام او بوجود الدونت كير. زين هذول يفيدوني ما يفيدوني بعمليه تبسيط، فبالتالي ما راح استخدمهم وراح ياثر على عمليه الديزاين بالنسبه للفانكشن مالنا. طيب خلي ابدا لاحظ سنانه. اولا هذه المجموعه، هذه المجموعه بالنسبه للمجموعه رقم 2 واضح، يعني اذا اخذ الداله مالتي اف تساوي المجموعه رقم 2 هو عندي الزد داش دبليو، اوكي زد داش دبليو باعتبار هو المشترك كلهم هو 01، زائد بالنسبه لهذه المجموعه، المجموعه رقم 1 عندي المشترك هو عباره عن الاكس نوت اللي هي 00 وعندي الدبليو، فبالتالي راح يكون هو اكس نوت دبليو. اوكي اذا طلب من عندي هسه اللي هنا، طبعا ملاحظتنا على استخدام الدونت كير، استخدمته متى ما انه ادى الى عمليه تبسيط باعتبار انه ساهم في عمليه تشكيل هذه المجموعه. لو طلب من عندي مثلا عمليه ديزاين، فممكن انه انا استخدم بوابات باستخدام سواء كان النوت سيركت، عندي الان سيركت، وعندنا الاور سيركت، ما عندنا مشكله بعمليه الديزاين. هذا الكلام هسه هنا على اساس انه سم اوف برودكت، لو استخدمت مثل برودكت اوف سم الاليه راح تعكس. شلون راح تعكس؟ اولا الداله مالتي كتمثيل، كتمثيل راح تكون اف تساوي باي باعتبار برودكت اوف سم، راح تكون اللي ما موجوده هنا راح تكون تنوجد هنا، يعني مثلا عندي زيرو ما موجود، عندي الاثنين ما موجوده، عندي الاربعه ما موجوده، وعندي الثمانية ما موجود، وعندي العشرة والإحداعش والأربعتعش والخمستعش، أوكي؟ هذه أغلقها زائد الدونت كير. زين الدونت كير يبقى نفسه ما راح يتأثر، يبقى عندي ستة اثناعش ثلاثتعش. يعني انتبه هنا، لو فرض طلب من عندي إنه باعتبار هذه هي sum of product، طلب من عندي عيد على أساس إنه product of sum، البرودكت of sum إنه آخذ اولا اللي ما موجوده، اللي يعني شكو ما موجود عندي، وكانه الكومبلمنت المتمم مالته، الارقام اللي ما موجوده عندي في الوضع الاعتيادي اخذهم، الدونت كير يبقون على حالهم، اوكي باعتبار اتعامل وياه وكانه الدونت كير هو ضمن الموجود. فمن اعيد تصميم نفس الكلام، طبعا الماكسيمم هو عندي اقصى رقم 13، فبالتالي كارنوف اربع احتمالات او نسميها بالاربعه. زين هذه x y z w، عندي 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 هذه هنا 1 1 1 0، او نكتبهم نفس الكلام 0، هذه 1 2 3 حتى لا اخطا، هذه 4 5 6 7، هنا راح يكون عندي 8، هذه 9 10 11، عندي 12 13 14 15. اوكي حدد لي هسه الزيروز اللي موجوده عندنا باعتبار هذا برودكت اوف سام، فراح يكون عندنا عندي بالزيرو 0، بالاثنين عندي هذا الاثنين 0، اوكي عندنا بالاربعه 0، بالثمانيه 0، بالعشره 0، ال11 0، عندنا ال14 0، ال 15 0. اوكي زين انتقل للدونت كير، عندي بستة، طبعا هذه دونت كير هالشكل نسميها فاي او اكس، اوكي عندي بستة هذه 6 هذه اكس، عندي بال 12 هذه اكس، عندي بال 13 هذه اكس. اوكي
هسه اذا اتحرك اللي هنا، انا اولا خليني اشكل المجاميع اللي موجوده عندي. المجاميع اللي موجوده عندنا، اولا عندي مجموعه رقم واحد هذه كلهم باعتبار راح استخدم الدونت كير هنا، هذا راح استخدم الدونت كير. زين هذه مجموعه رقم واحد، عندي بعد مجموعه رقم اثنين هذه الجوه الثانيه، هذه كلهم مجموعه رقم اثنين. عندي بعد ممكن انهم اخر هذول مجموعه كلهم باعتبار هنا عندي عنصرين، فهذه كلهم مجموعه، هذه ثلاثه. اوكي هذه اذا اخذ هنا مجموعه، اولا راح يصير عندي مجموعه اضافيه، يعني قسم الطلاب يخطئ يقول اوكي هذه 0 0 هنا عندي اخذ الدونت كير هذول اثنيناتهم راح يساهم لي في عمليه تشكيل مجموعه. هذه المجموعه اولا راح يصير عندك مجموعه اضافيه، ثانيا انا هذا الدونت كير اولا هو دونت كير بما يتعلق بهذا، هذا دونت كير، فبالتالي اخذته اذا ما اخذته ما راح ياثر. ثانيا الدونت كير هذا انا ما اخذه اصلا بالمجموعه، فماكو داعي اضيف مجموعه اضافيه. طيب هسه اف تساوي لي، زين المشترك بالنسبه للمجموعه الاولى هو الدي زد نوت، باعتبار المشترك في المجموعه الاولى هو الزد نوت، زين فبالتالي راح يكون عندي زد نوت زائد، هنا طبعا راح يكون عندي زائد المشترك في المجموعه الثانيه، باعتبار انه راح يكون عندنا كل المشترك اللي هنا عندي راح يكون هو عباره عن الاكس نوت، مقدار هنا راح يكون عندنا العفو هنا عندي اكس نوت، عندي هنا زد نوت. اوكي وعندي المشترك اللي هنا هو عباره عن الدبليو، اذا انتبه هنا شو راح يكون عندي، هذه واحد هذه واحد 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 اللي هو يمثل مقدار قيمه الاكس نوت هذه. اوكي المشترك اللي هنا راح يكون هو عباره عن مقدار قيمه هذه، راح يكون عندي هو عباره عن الدبليو، راح يكون عندي دبليو. زين والمشترك اللي هنا هو عبارة عن الزد نوت، فبالتالي صار عندي ثلاث مجاميع على هذا الأساس. إذا الملاحظة اللي عندنا اللي هنا إنه أنا الدونت كير أستخدمه متى ما أستخدم عملية تبسيط، يعني ساهمني في عملية تشكيل زيادة عدد العناصر ضمن المجموعة وبالتالي بسط لي إياها. هذا الحالة مثلا هنا هذا الدونت كير قلنا ما يأثر، هذا الدونت كير هو ساهم في المجموعة الأولى وبالتالي إنه صار عندي واضح عملية استخدامه. زين إذا صار عندي فكرة هسه على كيفية استخدام الدونت كير وأهميته في عملية التبسيط، نستخدمه متى ما كان يقود إلى عملية التبسيط، إذا كان أنه لا يؤدي للتبسيط وجوده ما راح، عدم استخدامه ما راح يأثر، يعني إذا تركناه لا يعني خطأ ولا يؤثر على عملية الديزاين.